فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يفارق الحياة إثر سقوط مروحية كان يستقلها ومسؤولون آخرون في منطقة تبريز شمال غربي إيران. من هو إبراهيم رئيسي؟ فقيه جعفري وقاض شرعي يلقب بحجة الإسلام، وهو الرئيس الثامن للجمهورية الإيرانية منذ ثورة 1979. ولد عام 1960 بمدينة مشهد لأسرة متدينة، فقد كان والده من علماء المدينة. التحق بالحوزة العلمية في مدينة مشهد، ثم توجه لمدينة قم وتتلمذ على أيدي كبار علماء المذهب الشيعي. رئيسي لم يكتف بالتحصيل الديني، فنال الماجستير في الحقوق الدولية ودرجة الدكتوراه في الفقه والمبادئ، ثم بدأ بالتدريس في الوسطين الديني والأكاديمي. شغل عدة مناصب في إيران، ففي عام 1980 أصبح المدعي العام لمدينة كرج غرب طهران، وبعد 5 سنوات تولى منصب نائب المدعي العام في طهران حتى عام 1994، ليتولى منصب رئاسة دائرة التفتيش العامة حتى عام 2004. ما بين عامي 2004 و2014 أصبح رئيس النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، ثم مدعيا عاما لإيران ورئيسا للمحكمة الخاصة برجال الدين وعضو مجلس خبراء القيادة، وواحدا من 11 عضوا يؤلفون لجنة تعيين القائد الأعلى الإيراني. عام 2016 عينه خامن إيسادنا للروضة الرضوية، ليصبح وصيا على أحد أغنى المنظمات الدينية في العالم الإسلامي، التي تتكفل بإدارة أهم المزارات الدينية في إيران وتبلغ موازنتها مليارات الدولارات. عام 2019 عين رئيسا للسلطة القضائية، وفي العام ذاته فرضت واشنطن عقوبات عليه بذريعة دوره في إعدام معارضين عام 1988 وحملات قمع في 2009 و2019. عام 2021 ترشح مجددا في انتخابات الرئاسة ليفوز بنسبة 60%. خلال فترة رئاسته واجه رئيسي أزمة اقتصادية واحتجاجات داخلية وتوترا مع الغرب بشأن عقوبات أمريكا ضد إيران، والمفاوضات حول الملف النووي الذي أوقف العمل به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. في 13 إبريل عام 2024 سجل رئيس اسمه كأول رئيس إيراني يأمر بهجوم مباشر على إسرائيل، رداً على الهجوم الذي نفذته تل أبيب على سفارة إيران في العاصمة السورية، والذي أسفر عن مقتل 7 ضباط من الحرس الثوري. في 19 مايو عام 2024 قضى رئيسي إثر تحطم مروحيته أثناء عودته لطهران بعد تدشين سد قيز قلعة سيه المشترك بين إيران وجمهورية أذربيجان، لينعاه مساعده محسن منصوري واصفا إياه بسيد الشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله.